ارتفع عدد الزيارات الميدانية التي قامت بها محافظة العاصمة إلى القرى والمدن التابعة لها في العام الماضي بنسبة 112.5% طبعا مقارنة بعام 2015، إذ بلغ عدد الزيارات التي قامت بها لجنة الأحوال العامة في 2016 إلى مختلف المناطق التابعة للمحافظة 55 زيارة، فيما كان مجمل الزيارات في العام الذي سبقه 24 زيارة. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، بعد التحية. ما هي الجهود التي بذلتها طبعا محافظة العاصمة والتي أسهمت بشكل يعني ملحوظ في عدد مضاعفة عدد الزيارات الميدانية في العام الماضي مقارنة بعام 2015؟ مساكم الله بالخير. لا شك أن تشكيل لجنة الأحوال العامة أسهم في مضاعفة الجهود ومضاعفة الزيارات، بحيث يعني وصلنا إلى ما يعادل زيارة كل أسبوع. نعم. والحمد لله نجحنا في هذا في تطوير لجنة الأحوال من خلال خلق 3 فرق ميدانية يقومون بالزيارات وينقلون شكاوي الناس، ونقدر نقول أن تصدرت الشكاوي 26% من الشكاوي بالمحافظة كانت تتكلم عن البنية التحتية بشكل عام. نعم. وفيما بعدها كانت الشكاوي اللي تتعلق بالمخلفات والنفايات، وأيضا موضوع السيارات المهجورة والأراضي استملاك بعض الزوايا وتطوير الحدائق. نعم سعادة الشيخ هشام، طبعا قبل أن أتكلم عن الخطة المقبلة للعام الجاري فيما يخص استقبال المحافظة للشكاوي، ما مدى تجاوب يعني الوزارات وما مدى تجاوب الجهات المختصة مع الشكاوي التي تتلقاها تلك يعني تتلقاها محافظة العاصمة؟ احنا يعني تركزنا في اول التطوير هي نعم. أن نعطي الناس الثقة في أن يكون المحافظة هي السبيل لتقديم هذه الشكاوى. نعم. وفعلا نجحنا في استقطاب الناس من خلال زياراتنا الميدانية، واللي احنا وضعناها السنة أن نغطي 121 مجمع في المحافظة خلال السنة من خلال الزيارات الميدانية ونقل مشاكل الناس المواطنين إلى الجهات المختصة وإلى المجلس التنسيقي اللي يعني بتطوير الخدمات في محافظة العاصمة. والحمد لله يعني نقدر نقول يعني مجموع الشكاوي هذا يعني عام 2016 زاد من 300 إلى 377 شكوى، وإحنا شكلنا 3 فرق، فريقين زيارات ميدان وفريق للتنفيذ هذه الشكاوى. وإحنا طبعا بدورنا التنسيقي ننسق مع الوزارات، وهناك وزارات متعاونة وبعضها في تأخير خصوصا إذا كانت تتعلق بالطلبات الإسكان إلى آخره. نعم. لكن إحنا نسعى أن تكون هناك تعاون ونصدر تقرير مبين مدى تعاون الوزارات ونعمل على تطوير تنفيذ هذه التوصيات. نعم، هل نعتبر بأن هذه هي خطتكم للعام الجاري فيما يخص طبعا استقبال المحافظة لشكاوى أهالي المحافظة الجنوبية سعادة الشيخ؟ أي نعم، طبعا محافظة العاصمة طبعا تسعى دائما إلى التميز وخدمة الأهالي، وخطتنا مثل ما قلنا السنة نبي نكثف معدل زيارتين أسبوعيا ونقضي 121 مجمع. نعم. وإن شاء الله يكون هناك متابع أكثر للتنفيذ هذه التوصيات وحل هذه المشاكل. نعم سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك.